يلا يا ابو حميد. مقادير سلطه الفاصوليا الخضراء كالتالي: نص كوبايه فاصوليا خضراء مسلوقه، ربع كوبايه زيت زيتون، 3 معالق عصير ليمون، 3 معالق خل بلسمك، ربع معلقه توم باودر، معلقه مستردة، بصله كامله، طماطم تشيري، مكعبات جبنه فتة، وعيش محمص. يلا نشوف بقى هنعمل ايه بالظبط. هجيب كده هنا البصلايه دي واروح واخدها كده ايه نصين، واروح جاي مقطعها جوليان. ليه عملت كده؟ عشان التقطيع دي لايقه على السلطه دي. طيب الطماطم التشيري انا باخد قرار في تقطيعها انصاف او ان انا احطها كامله على حسب حجمها، حجمها صغير. ممكن تجيبها كده يا ابو حميد، شايف حجم الطماطم اصلا صغير فهي لا تحتمل ان الواحد يقطعها، هنسيبها كده زي ما هي. يلا بينا. الفاصوليا الخضراء هقطعها انصاف، فهيجي هنا كده اروح واخد الفاصوليا الخضراء بالنص، واخدها كده ايه جنب البصل هنا، اخد الفاصوليا الخضراء اجمع، طبعا دي فاصوليا خضراء مسلوقه متفقين، واروح ايه من النص كده اخدها كده احطها هنا جنب البصل وهكذا. السلطه دي سلطه شهيه جدا والعناصر الغذائيه قيمتها الغذائيه عاليه. يلا بينا. هنجيب بقى اناء واسع للسلطه دي، هاجي هنا هاخد الفاصوليا الخضراء مع البصل كمان، نحطهم هنا كده، وهاجي نصفي بس ده من الميه الطبق اللي كان فيه الفاصوليا، هاجي هاخد فيه احط فيه خل البلسمك مع الثوم والمستردة. تعالوا نجيب بس سباتولا او حاجه ننزل بيها المستردة دي، والمستردة والملح، فلفل اسود وزيت، ندي كده ايه تقليبه للخليط الجميل ده. ده دريسنج حلو جدا، بصوا بعمل شبه الفينيجريت. يلا هنحط ده كده على جنب هنا ونيجي ناخد السلطه. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب معلقه، وبالمعلقه دي هناخد جزء من الدريسنج على البصل والفاصوليا الخضراء كده، جزء من الدريسنج على البصل والفاصوليا الخضراء، ونديهم تقليبه. السلطه دي طعمها حلو جدا، مش عارف حضراتكم جربتوها قبل كده او لا، بس جربوها تعجبكم جدا. تمام، نجيب طبق اخر السلطه دي، من السلطات كمان اللي مش محتاجه طبق غويط لان مكوناتها ما فيهاش سوائل كتير، حتى الدريسنج بتاعها مش سائل قوي، كريمي شويه. هاخد كده الطبق ده، يلا يا ابو حميد، هاجي هنا هحط الخليط والطماطم، احطها كده مش هتتحط على الفاصوليا نفسها، وهاخد كده مكعبات بقى من الجبنه. كده بالنسبه لي حلو جدا، كفايه جبنه كده حتى، ناقص بس حاجه واحده بس بسيطه، هي انه انا اخد معلقه من الدريسنج احطها كده ايه فوق السلطه داير داير كده،
حاول اجيبها كده على مكعبات الجبنه عشان تكسر اللون الابيض بتاعها، ومعلقه هنا كده عشان تبقى بتتقلب على السلطه في النهايه. دي سلطه سهله وبسيطه جدا، واخر طعامه واخر حلاوه. يلا بينا.